السلام عليكم الإخوة الأخوات. ثالث فيديو اليومي هي الأحد. بغيت نجاوب واحد الأخ اللي قال لك أعطيني نصيحة أنه بغي يجي لمدينة غاتينو ومتخوف. أول حاجة خصك تعرف أخويا أنا ما نقدرش نقول لك الرأي، ما نقدرش نلزم عليك شي حاجة، أنت لك الاختيار. إلا شفتي راسك أنك قاد تجي وقاد على أنك تحمل الطقس ديال هنا، الجو ديال هنا، وقاد على الغربة، مرحبا. اللي غنقدر نقول لك انا على مدينه غاتينو، انا ماشي ليها شحال من مره وعندي فيها العائله ديال الزوجه ديالي، ماشي ليها شحال من مره. مدينه غاتينو مدينه زوينه، كاينه في الجنوب، كتنزل فيها الثلوج اقل من موريال واقل من المدن الشماليه ديال مقاطعه كيبيك، لان هي جات في الجنوب ومحاديه لاوتاوا. لافونتاج اللي عندها وهو ان اولادك تقدر تقريهم في اوتاوا بانجلوفون في بلونغلي وتسكن في غاتينو، والعكس صحيح. يعني تتقطع غير القنطره، الا قطعتي القنطره لهذه الجهه جيت غاتينو راك ناطق بالفرنسيه، الا قطعتي القنطره الجهه الاخرى راك ناطق بالانجليزيه في العاصمه ديال كندا اوتاوا. فيها المساجد، فيها الحلال، فيها الجاليه العربيه، فيها الجاليه المغاربيه، مدينه جميله. ما غنقولش كدافية، ولكن كتوقع في الجنوب ديال مقاطعة كيبيك. كما قلت لك كتنزل فيها الثلوج أقل، كتنزل فيها الثلوج أقل من مدينة موريال وأقل من مدينة تروا ريفيير وأقل من المدن الشمالية ديال مقاطعة كيبيك. إلا كنتي قاد على الغربة ومستعد نفسانيا، مرحبا، انا اخويا نشجعك. وشوف انت على حسب الظروف ديالك، الا كنتي خدام في بلادك مزيان وموفر، يعني عندك واحد المدخول وقانع بداك الشيء اللي عندك، ننصحك انك تبقى في بلادك. الا بغيتي تحسن الوضعيه ديالك وكان عندك المدخول ماشي هو هذاك، اولا ظروف العمل ماشي هي هذيك، وبغيتي تجي لهنا يكون عندك حقوق ويكون عندك واحد الدراسه مزيانه لولادك ومستقبل مزيان، ننصحك هنا. رغم انه كاين الغلاء ديال المعيشه وقله الكراء ومشكل في السبيطارات، ولكن كتبقى المعيشه هنا احسن بكثير من الدول المغاربيه ديالنا. هادشي غنقدر نقول لك اخويا، والله يوفقك والله يسهل الامور والله يسهل الامور للجميع. يلا اخويا نخليكم على خير، والى اللقاء ان شاء الله فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.